راديو نيل. المهم افرض مثلا الفقره بتاعتنا الافتراضيه، افرض مثلا ان انا قلت لك او قلت لك ان احنا هنمرنكم ونأهلكم بشكل بروفيشنال عشان تمثلوا مصر في الاولمبياد اللي جاي وتجيبوا لنا ميداليه ذهب. مش عايزين ميداليه فضه، مش عايزين ميداليه برونز، هي ميداليه ذهب. ايه الرياضه اللي انت شايف ان انت فيك امل فيها لو اتمرنت كويس فعلا ممكن تادي وتجيب لنا ميداليه؟ ممكن تكون كنت تلعبها زمان وانت في الجامعه وانت في المدرسه، ممكن انت شايف نفسك فيها من كتر حبك فيها، ممكن بتقول للزمن ارجع يا زمن ولو كان اهلك استثمروا فيك وفعلا لعبتها بشكل بروفيشنال كان زمانك بطل عالم. ايه هي الرياضه دي بقى؟ ابعتها لي في فويس نوت على الواتساب بتاعنا او في رساله على 1053. انا كل شويه هسالكم سؤال ليه علاقه بالرياضه وبرياضات مختلفه كتيره جدا، واللي جاوب صح ويبعت لي الاجابه في رساله على الهواء هياخد الشنطه اللي فيها 200 مليون يورو كاش. فاول سؤال كنت بسخن بيه كده معاكم سالتكم لعبه البيسبول، وهي طبعا من اشهر الرياضات في امريكا وطالعه من امريكا، في كام لاعب في الملعب من كل فريق في رياضة البيسبول؟ فأول حد جاوب عليا على SMS على 1053 هي بطلة العالم ويمكن محترفة في البيسبول كمان، أنا شفتها في ماتشات كتيرة يعني، يا جرمين. ازيك يا جرمين؟ أخبارك إيه؟ درجة الاحتراف يعني بتلعبي هواة بس على كبير يعني؟ على خفيف. بلعب في صالة بيتنا. عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. طب أنت عمرك جربت تلعبي بيسبول؟ عمرك جربت تجيبي العصاية اللي عاملة زي النبوت دي وحد يرزع الكورة وأنت تشوطيها؟ بلاش لأن الكورة بتاعتها تقيلة ولو جت في وش حد هتزعله. أيوه تقيلة فعلا. طب قول لنا بقى كل فريق في الملعب في ماتش البيسبول بيكون مكون هما فريقين وكل فريق مكون من 9 لاعبين. برافو، لا دي محترفة يا جماعة، محترفة جرمين، محترفة ما بتهزرش. 9 لعيبة في كل تيم بالظبط، يعني بيكون في الملعب فيه 18 لاعب بيتحدوا بعض من الفريقين 9 و9. برافو عليك يا جرمين. طيب السؤال الافتراضي بتاعنا، لو احنا هندربك وهنأهلك عشان تخش الأولمبياد الجاي وتجيب لنا ميدالية ذهب، هتختاري أي رياضة واشمعنى؟ بص انا معرفش السكواش بيتلعب في الاولمبياد ولا لا، بس لو فيها احب ان انا العب سكواش. انا كنت بلعب سكواش وانا يعني من سنتين ثلاثة كده، بس حاليا مبطله يعني، بس بلعب هو برضو بلعب في نادي جديد. طيب يعني نرجع نتكل على الله، رجع بقى في الاولمبياد؟ مش عارف صراحه هو رجع ولا لا، بس هو كان في كلام ان هو كان في طوكيو 2020 اللي فاتت دي اللي اتلعبت اصلا 2021 عشان كورونا، كان اتقال ان هو رجع، فانا مش عارف بقى بشكل مؤكد هو رجع ولا لا، بس كده كده في او تخش بطوله عالم يعني، لو ما فيش اولمبياد في السكواش خش بطوله عالم. مضربك في ايدك وخلاص، ما لناش دعوه بقى، نخش اولمبياد. عندي مضرب كورتين. طب يعني هرب عشان لو واحده ضاعت بس يبقى معانا. طب حلو. طب طب جربتي تلعبي اللعبه الجديده اللي كل الناس بقى عندها هوس بيها فجاه اللي هي البادل تنس، اللي هي ما بين يعني هي ميكس ما بين السكواش والتنس بقت اسمها بادل تنس؟ جربتيها؟ لا انا لسه سامعه عنها منك دلوقتي لكن ما اعرفهاش. لا هي بقى لها اولموست 3 سنين مكتسحه العالم كله، وهنا في مصر الناس الشباب جالها هوس بيها، وبقى في ملاعب في كل حته، وكمان اسعار ايجار الملعب اوفر ريتد، اكنك بتدفعي مقدم فيلا، ما اعرفش ليه يعني الساعه بارقام. بجد معناها ملعب عادي جدا بنفس الازاز بتاع السكواش، بس رولز مختلفه وفي النص في شبكه زي يعني اكنه ملعب تنس على سكواش، بس بجد الايجار بتاعها ارقام فلكيه. حلو قوي. لا يعني نتكل على الله ونجرب يعني. طب تحب المرانك على السكواش ولا المرانك على البادل تنس؟ المهم تجيب لنا ميداليه ده. اللي نعرفه. لا السكواش اللي نعرفه احسن من ما نعرفوش. طيب خلاص اتفقنا. مش انت نوراني، وطبعا انا هسلمك الشنطه اللي فيها 200 مليون يورو كاش يوم البطوله. احنا نقسمهم دول يوم البطوله. لا مش مهم. لا بتوعك دول حلالك انت، انا معايا شنط تانية كتير مش مشكله. خلاص مش هبص لشنطه المستمعين يعني. وناخد الاثنين بقى، اسلمك الكاس بتاع البطوله بالميداليه بالشنطه بكل حاجه. نورتيني يا جرمين، نورتيني. ميرسي ليك، ميرسي. اشكرك. سلام. باي باي. ابعتوا لي اكتر مسجز وفويس نوتس على 1053. لو قلت لك افرض مثلا ان احنا هندربك ونأهلك بشكل بروفيشنال، هتختار اي رياضه تجيب لنا فيها ميداليه ذهب في الاولمبياد اللي جاي وشايف نفسك تأدي فيها وممكن تبقى بطل فيها؟